الله مساكم بكل خير. هذه تقول من زمان أشرب المشروبات الغازية مع الأكل ولا جاني شيء، والاعتقاد وشو؟ الاعتقاد أن الأمر يحدث بيوم وليلة. لا 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 يا جماعة الخير، الأمر تراكمي، الأمر تراكمي. هنا بتحصلوا ما بعد إيش؟ ما بعد 40 سنة، 45 سنة. لازم تعرف أنه صحتك فيها هدم وبناء، وهذا يسمى بعملية الأيض. عملية الأيض عندك هذا زي الجبل، تطلع صحتك. أنت انولدت جديد زي السيارة اللي طلعتها وكالة، على حسب استخدامك لها تحدد وش مصيرها بعد 10 سنوات أو 15 سنة. واضح؟ في ناس تلعب فيها ولا تعمل لها صيانة. وش الصيانة الدائمة للجسم مثلا عندك؟ عندك مثلا اللي هو إخراج الدم باستمرار، عندك اللي هو تبرع بالدم، أو مثلا عملية أو الحجامة، تاكل حاجة تعمل لك قلوية للدم بشكل أكبر زي مثلا الكرافس، أو مثلا تعمل سيلان للدم مثل الزنجبيل. أنا أبغاك تعرف أنه تغذيتك في البداية حتحدد مدى نزول عملية الأيض. هل هو بشكل سريع ما بعد 50 سنة تقريبا أو 45 سنة؟ هل يكون بشكل سريع أو يكون بشكل أبطأ أو يكون بشكل بطيء جدا، مثل اللي أنا حطيت لكم يا لاعب كرة قدم اللي عمره 54 سنة وباقي يلعب كمحترف، لا وانتقل من اليابان راح للدوري البرتغالي كمحترف برضو يلعب. فالتغذية في الأساس هنا حتأثر على إيش؟ حتأثر على صحتك مستقبلا. احنا ما نختلف الجينات لها دور، ولكن اذا كان ايضا عندك جينات ضعيفه لا تحوسها بانك ما تعطي جسمك المحتوى الغذائي اللي يحتاجه. حاول انك تتساعد مع الجينات لتتلافى جميع الامراض المزمنه. يعني الان لو اخذت فره براسك ما بين بيت خوالك وخالاتك وعمانك وعماتك، نادر اللي يخلو من المشاكل الصحيه مع الاسف. الله يحفظك.